عاشور النادي الاهلي معمول له 5 فروع، شوفوا لهم اي حته بقى في اي فرع يتعمل له تمثال. ده انا يعني لو موجود في مجلس اداره النادي الاهلي من حب الناس في حسام عاشور باخلاقه. لو اعتزل حسام عاشور في الغالب اكرم توفيق، في الغالب اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي المعار للجونه ممكن يرجع تاني الى صفوف النادي الاهلي. مستر فيريرا احد ايقونات نادي الزمالك في التدريب واحد معشوقي جماهير نادي الزمالك وواحد من افضل المدربين الاجانب اللي جم نادي الزمالك في عشرات السنين اللي فاتت. طلعت عليه اشاعه انه توفى رحمه الله عليه يعني، انما زوجته اعلنت ان هو الحمد لله صحته كويسه. هو المدير الفني الحالي لسانتوس البرازيلي، واوضحت ان ديت اشاعه وان مستر فيريرا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني على قيد الايه؟ على قيد الحياه. اقول لك خبر بس ما تضحكش يعني، ما تضحكوش، لان انا طبعا اول ما قريت الخبر مت على روحي من الضحك. تمام؟ والخبر طالع ومبعوت لنا بقى ايه؟ مبعوت لنا ورق ومبعوت لنا قرارات واختام وبتاع ومش عارف ايه. اسلام السكري، والله اسلام زي ما بقول لك كده، وعمر مهدي بروفيسور. قال لك ايه بقى الخبر ايه؟ قال لك اتحاد كرة القدم المصري يقرر إقامة مباريات الدوري الممتاز بدون جمهور بسبب كورونا. شكل بس كريم يا لهوي، كل ده ضحك يا كريم؟ انا بقول لك ما تضحكش والله، انتوا بتضحك برضه. مروه بص فطسانه، اسلام السكري بص فطسان وفاتح اهو، وعمرو مهدي يا لهو على الضحك، والكيمست خالد على الضحك يا لهو على الضحك. ايه الضحك ده؟ زغراتي اللي انت مش سامعه؟ ضحك الركب، الضحك الركب. بص بص يا لا، وموسى عمران ووائل حسن وعاشق الاهلي والجوكر. بص الناس موت ميت على روحهم. انا اول طبعا ما قريت الخبر ده، لا وجاي لي ايه بقى الخبر؟ الخبر جاي لي بقى بالقرار بتاع اتحاد الكوره، وعلى ورق اتحاد الكوره ومزيل من تحت واختام والختم الازرق قد كده وبتاع ومش عارف ايه. قررنا اتحاد الكوره ان الماتشات اللي جايه بتبقى بدون ايه؟ جمهور. قلت له لو النبي لو النبي، وجالكوا قلب يعني، جالكوا قلب تحرموا الجماهير دي كلها من حضور الماتشات الفتره اللي جايه بسبب كورونا؟ جالكوا قلب؟ ايه قوه القلب اللي فيكوا دي؟ مش فاهم بصراحه. ماشي طبعا، اصلا ماتشات الكوره بدون جمهور بقى لنا 20 مليون سنه يعني، بقى لنا كتير قوي. انا نسيت الارقام يعني، نسيت الارقام، احنا بقى لنا قد ايه ما بنلعبش بجمهور. اداره نادي الزمالك ماشيه بخطى محترمه، ماشيه بخطى مستقيمه في اطار التهدئه وفي اطار الحفاظ على الفرقه وفي اطار الحفاظ على اللعيبه، وده مجهود بصراحه يعني يشكروا عليه. وما فيش يعني، هو رئيس النادي يعني، لان انا طبعا مش هغير كلامي ان قبل كده كان رئيس النادي، هو رئيس النادي هو صاحب القرار الوحيد اللي موجود في نادي الزمالك. فبالتالي شكرته امبارح على قصه كارتيرون، ان راجل يعني بمنتهى الاحترام قعد مع راجل وفكروا ان هم يجددوا التعاقد معاه، وده شيء محترم وشيء كويس يعني، من ضمن الخطوات الكويسة اللي وجب علينا ان احنا نشكر عليها رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور. النهاردة الخبر اللي جاي لي ان نادي الزمالك بيقرر رفع عقد شيكابالا ل7 مليون جنيه في الموسم وتمديد التعاقد معاه، ودي برضو حاجة كويسة يعني، حاجة كويسة من مرتضى منصور، استاذ مرتضى منصور، ان هو بيحافظ على احد نجوم الفرقه، بيحافظ على احد القيادات الفنيه اللي موجوده جوه الفرقه، بيحافظ على حاله الاستقرار اللي موجوده جوه فرقه الايه؟ الكوره. وبالتالي وجب ان احنا نقول حقه ياخده في الحاجات الكويسه اللي بيعملها، لان الحاجات الكويسه اللي ما بيعملهاش ما بنسكتش عليها ولا بنتاخر عليها. نادي الزمالك ممكن يعمل صفقة تبادلية مع بيراميدز. بيراميدز كان فتح خط اتصال مع نادي الزمالك من كام يوم
وقال له ايه؟ احنا عاوزين صفقة تبادلية، خد عواد، ناخد عواد والشناوي واحنا الزمالك تاني، احمد الشناوي. فكان رد مرتضى منصور على ممدوح عيد، قال له على جثتي، على جثتي لو الشناوي رجع لنادي الزمالك ايه، نادي الزمالك ايه تاني، على جثتي لو الشناوي رجع لنادي الزمالك تاني. فممدوح عيد ابتدى يقترح حاجة تانية بقى، قال لك ايه؟ قال لك عمر جابر ورجيب ورجب نبيل دونجا، عمر جابر ورجب نبيل دونجا، ويدفعوا فلوس وعواد يروح، وعواد يروح يعني عواد يروح لبيراميدز، ونادي الزمالك ياخد عمر جابر ودونجا وفلوس. طبعا عواد مدفوع فيه رقم، عواد مدفوع فيه رقم، ورقم كبير، انت داخل لك في 80 90 100 مليون جنيه، يعني اجمالي الصفقه كده بالناس اللي اتخذت بيلي 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 عدهم كده على بعض، عواد داخله في كده. فطبعا مش سهل ان نادي الزمالك يستغنى عن عواد، لا تبقى اهدار مال على رسمي، ده يبقى تهريج رسمي، ان يبقى لعيب متكلم في المبلغ ده كله هيمشي ببلاش، او يمشي بدون ما الصفقه بتاعته تبقى يعني 100%. فاعتقد ان كده الامور الى حد ما تبقى يعني موزونه، يعني لو اتنين لعيبه بحجم عمر جابر وبحجم دونجا ماشي، خاصه ان نادي الزمالك عاجبك الكلام تمام يعني كده ماشي اوكي. عمر جابر محتاجينه في الجبهه اليمنى، عندك ثغره فيها، ونص الملعب ديفندر دونجا هيبقى موجود برضو مع طارق حامد وفرجاني ساسي، اللي لازم برضو يتحافظ عليه، اللي لازم برضو يتحافظ عليه، اللي لازم برضو يتحافظ عليه، ويتاخد فلوس. ده كلام كده يبقى برضو ماشيين في الاتجاه الايه المحترم. الحاج محمد مصلحي زي ما انا قلت لكم كده مش عاوز يفوت حاجه ما يعملهاش مع نادي الزمالك، يعني هو عاوز اي واجب، عاوز اي صفقة، عاوز يخلص من نادي الزمالك اي حد لعيب كويس، حقه طبعا. النهارده بيتكلم مع حازم امام ان هو يمضي مع الاتحاد السكندري، طب ما حازم امام واخد وعد من مجلس ادارة نادي الزمالك بالتجديد ليه، واتكلم في عنتر برضه كريم صح، عنتر متكلم عليه اتنين، عنتر متكلم عليه اتنين، متكلم عليه مصلحي ومتكلم عليه فراج عامر، مع حفظ الالقاب طبعا للاثنين، محترمين فوق دماغنا من فوق. واحد نائب شعب حالي والتاني نائب شعب سابق في البرلمان المصري. فلسه الامور ديت كلها هبان، يعني كل دوت تجهيز للموسم اللي جاي. كل دوت تجهيزات للموسم الجاي، الانديه دلوقتي خلاص اتعلمت الدرس بشكل كويس، وكلاء اللعيبه دلوقتي خلاص عملوا الصفقات بتاعه يناير، قفشوا منها وظبطوا نفسهم وراضوا اللي بيتراضى، واللي اتعشى اللي اتعشى، وشبع اللي شبع، والدنيا بقت قشطه فل 14، ريحوا لهم كده شهر ولا حاجه، وبعد كده ابتدوا بقى ايه يتكلموا بقى مع اداره النادي ده، وابتدوا بقى يتكلموا مع اداره النادي ده، وابتدوا بقى يتكلموا مع اداره الايه النادي دوت، بيجهزوا لايه للصفقات بتاعه الصيف. نادي الزمالك بمشيئه الله تعالى هتحصل له انتعاشه ماليه على اول سته اللي جاي، على اول شهر يعني كمان 3 شهور كده ولا 4 شهور ولا حاجه، داخل نادي الزمالك ما لا يقل عن 60 مليون جنيه، هيخش خزينه نادي الزمالك ما لا يقل عن 60 مليون جنيه. 60 مليون جنيه دول اللي هم ايه الاشتراكات، خلاص يعني باذن الله الاشتراك ينتهي في 6، فبالتالي خلاص الناس بقى هتبتدي تجدد، وطبعا نادي الزمالك واداره نادي الزمالك ايه مستنيين المبلغ دوت بفارغ الصبر، هيحل لهم مشاكل كتير قوي، يعني هيحل لاداره نادي الزمالك الحاليه مشاكل كتير قوي. ولو ان في مشاكل مؤقته اتحلت، يعني النهارده نادي الزمالك بيمضي عقد مع احد البنوك المصريه، حابب رجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، تربطه علاقه قويه جدا بالبنك دوت من زمان، كان جدد لهم التعاقد وكان دخلهم النادي الفتره اللي فاتت، وبعد كده النهارده نادي الزمالك بيدي محلين بصور النادي
لأحد البنوك المصرية في قطاع الأعمال على شارع جامعة الدول العربية بحق انتفاع لمدة 20 سنة. بحق انتفاع لمدة قد ايه؟ 20 سنة، مع دفع قيمة ايجار مقدم لمدة 3 سنين.